السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. غادي نكملوا أخواتي الخدمة ديال هاد القفيطين من بعد ما درت معكم هاد الدريس في الكمام. دابا إن شاء الله نفس هاد الخدمة هادي غادي نهبطوها هنا لقدام في هاد القفيطين. غادي نوري لكم أخواتي كيفاش تخدموها. بالنسبة لهاد الخدمة هادي راه كنخدموا كل جهة بوحدها، يعني غنوري لكم الطريقة باش واخا تخدموا كل جهة بوحدها يجيكم التوب نازل قد قد، وتجيكم الراندة القدام نازلة مقادة، يعني ما تجيش مفاوتة ولا شي حاجة. غادي نبداو. أول حاجة أخواتي غديرو بالنسبة لهاد الجهة القداميات غادي تنشبوه، من بعدها غتنشبو القياس اللي بغيتو تنشبو وتبداو غادي بحال هاكا. ولا كانت شي جهة داخلة ولا خارجة تقادوها، المهم نشبو الجهات بجوج. ملي تنشبوهم بحال هاكا غادي تنيوهم بحال هاكا على بعضياتهم. ضروري اخواتي طبعو، ما يمكنش تخدموا كل جهه بوحدها وتبداو تخدموا حتى الاخر عاد تجيكم شي حاجه مفاوته. المهم انا هذه الطريقه اللي تندير. زديوهم بحال هاكا على وجوههم، اجيو للجهه اللي لتحت غتشدوا شي ستيلو. بالنسبه للدوره ديال العنق اخواتي راه الكول في، غنجيو بحال هاكا من الداخل التوب، راه من الداخل غنجيو كل شويه نطبعوا واحد الطبيعه هنا في هذه الجهه ومقابله معاها في الجهه الاخرى، غير ما نكبروش بزاف باش ما تبان ما والو. صافي نزيد عاوتاني واحد شويه ونطبع باش ملي نكونوا نازلين بالخدمه خاص هاد الطبعات في الخدمه يجيونا مقابلات، يعني ما يجيوش مفاوتين. نبقى غادي اخواتي بهذه الطريقه كل شويه نطبع هنا وهنا. بالنسبه لهاد الرانده غنزلوها حتى لتحت، غنديروا الفتيحات في الجناب. بغيتو تخليوه فتحه لقدام خليوه. صافي هانتوما اخواتي بقيت غاديه حتى كملت الهبطه كامله، حقاش ان هاد الرانده غنزلها على طول القفطان من الفوق حتى لتحت. الفتيحات غنديرهم في الجناب. ضروري طبعوا بالستيلو عاد تخدموا الخدمه، مش خدموا نتوما مرتاحين. صافي دابا ملي طبعنا غنجيو بحال هكا، هادو هما الجهات بجوج، جهه راه غنخدموها من الفوق وجهه غنخدموها من التحت. هادو هما الجهات، غنجيو لهاد الجهه هادي اللي على اليمين، هي هادي غنحيدو هادي حتى من بعد، وغنجيو لهاد الجهة اليمنية نجيو من التحت ونبداو. نبداو من هنا، نشد هنا بفنيته وغادي نطلعو هاد الجهة كاملة حتى الفوق، وملي نجيو للجهة الأخرى اللي على اليسار نبغيو نخدمو غنبداو نزديو. المهم بالنسبة للحرير أخواتي راه مبروم على جوج شعرات البرا، خدمنا بالبرا النمرة 8، العقيق النمرة 3، خدمنا العقيق في اللون ديال الحرير. الا بغيتو تخالفوه خالفوه. اول حاجه كنبداو بها وهي الحبكه. بالنسبه لهذه الخدمه اخواتي راني درتها معكم في الكمام نفس الخدمه، تنسبقوا الحبكه هي الاولى. غادي نخدم غير واحد شويه، حاولوا مشيو بالضربات حتى بعضياتهم باش ما تجيناش الخدمه مكمشه. هذه هي الحبكه اخواتي، تنشدو في التوب. غادي نقرب لكم، انا مازال من بعدا انا قربت لكم اخواتي الصوره باش تبان لكم واضحه. تنشدو في التوب هاد الخويط اللي تولي عندنا هنا، ترجعوا تنخدموا فيه واحد الضربه
ونعود نشد هنا في التشو، نعود لهاد العوينه نرجع ليها نخدم فيها بحال هكا ونشد هنا في التشو. بالنسبه للحبكه تتسبقوا هي الاولى، بغيتوا تطلعوا الحبكه حتى الفوق عاد ترجعوا تخدموا الضرس طلعوه، المهم تنخدم شويه بشويه، المهم هاد الجهه غنطلعوها عادي، المهم غير ما تجيش الخدمه مكمشه اولا تجي مزيره تجي غاديه مقاده باش ملي تنزل راندا تجي مزيانه. غادي نخدم اخواتي واحد شويه ديال الحبكه ونرجع لكم. انا خدمت اخواتي الحبكه، دابا غنجي معكم للدرس. بالنسبه لهذا القفطان راه ما فيهش الفتحه، بديت من هنا، وحتى الا كانت فيه الفتحه غتمشيو بهذه الخدمه بحال هكا، غير هي ملي تجيو للجهه الاخرى اللي مقابله معاها غادي ما تلاقيوش. ملي غتبغيو تخدموا بحال هكا الا كان القفطان في الفتحه، ملي غتبغيو تخدموا هذا الدرس غديروا ليه هذيك السنينه في الفوق حقاش ما يتزداش مع الجهه الاخرى. اما بالنسبه لك كنا غادي نجمعوه يعني ما كاينش الفتحه، ما غنديروش الراس ديال السنينه باش نلاقيوهم. غنجي لهاد العوينه الاولى نثبت الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونجي للحبكه الثانيه. المهم هادي غير البديه، نقدر نشد حتى جوج مرات صافي. ونركب عقيقه، العقيق راه النمره 3، نخلي لهاد العقيقة عوينة ونجي لهنا، نرجع لهاد العوينة ندوز الخيط من فوق العقيقة قياسها يعني يجي داير بيها، ونعود نرجع لهنا هيدا الخيط ديال التنبيل. صافي هاد الخيط راه تيدوبل على 3 المرات بحال هكا. صافي ندير الخيط على يدي اليسار ونبدا نعمر في هاد القوس، تنهزو هاد الخيوطه بثلاثه ونحبكو. بالنسبه للدرس اللي درنا في الكمام جاونا 6 هنا و 6 هنا 12، الوحده اللي الوصل درنا فيها سنينه هي 13. بالنسبه لهنا ما غنديروش سنينه، المهم نعمروا القوس الاول نشوفوا شحال يهز ونمشيو عليه. ها هما درت جوجات 3 4 5 6 7 8 9 10، خايبة لينا القوس عمر نزاحمهم بحال هكا ونزيدهم 11. صافي ونشد هنا. بالنسبة لهاد الدرس راه ما تنديرش فيه سنينة حتى نبغيو نلاقيهم عاد كنجمعوهم. نخلي هاد الضربة هنا، نشد شدة أخرى، الشدة الثانية نرجع لهاد الخويط، لوي 3 لويات على البرا، 1 2 3 صافي. نجر الخيط الفوق نرجع لهنا لنفس العوينة ونحبك صافي. ونجي لهنا العوينة اللي حداها نشد المرة الأولى، المرة الثانية نركب عقيقة، نخلي عوينة ديال العقيقة ونجي لهنا نزير هاد الخيط اللي فيه العقيقة باش ما تبقاش هاد العقيقة تلعب. ونرجع لهنا لهاد العوينة، الخيط نرخيه على قياس العقيقة يجي داير بالعقيقة، الا زيرناه راه تجي العقيقة خارجة. نرجع لهنا ونعاود نرجع لهنا، تندوبلو القوس على 3 المرات، ندير الخيط على يدي اليسار ونعمر بنفس القياس كيف ما عمرت في الاول. هي في الحقيقه راه ماشي بالضروره تبقاو تحسبوا، خاص غير القوس يجي عامر، راه يقدر شي مره يجي مرخي على الاخر وتخليه خاوي، يعني زيروه وعمروا القوس مزيان. صافي نجي لهاد الحبكه اللي حداها نشد، حيت الضربه الاولى ما خدمش فيها نشد، الضربه الثانيه نرجع لهاد الخيط اللي 3 لويات 1 2 3 صافي. تنجروا الخيط الفوق نرجع لنفس العوينه
ونحبك. صافي اخواتي، نشد هنا العوينه الاولى، العوينه الثانيه. صافي هنا غنركب عقيقه. صافي اخواتي، بنفس الطريقه غنبقى غادي نخدم حتى نطلع مع هاد الجهه كامله. هذه راه الجهه ديال اليمين، غنبقى طالع نخدم بهاد الطريقه بهاد الطريس حتى نوصل لهنا للفوق للدوره ديال العنق. حقاش هاد الجهه اللي على اليمين راه بديناها من التحت، غنوصل حتى لهنا، نخلي غير واحد السنتيم ديال التنبال. صافي ونحبس هنا. غادي نمشي اخواتي حتى نطلع هاد الجهه وعاد نرجع نوري لكم كيفاش نخدمو من الجهه الاخرى وكيفاش نزديوهم. هانتوما اخواتي، راني طلعت هاد الجهه كامله من التحت حتى الفوق. هذه الجهه اللي على اليمين راه حنا بديناها من التحت، انا بقيت غادي كنخدم فهاد الجهه كامله حتى وصلت لهنا للفوق. هي هادي، ملي وصلت لهنا خليت هاد شويه هذا اللي غادي نبل فيه ونجمع فيه هاد الجهه ديال البديه. دابا غندوزو للجهه الاخرى اللي هي الجهه اللي على اليسار. هادي دابا ملي خدمناها كنديروها بحال هكا وتجي من الفوق. صافي غنجيب الجهه الاخرى، هي هادي، نثبت الثوب الحرير اخواتي. راه مبروم على جوج شعرات. العقيق راه حنا خدمنا بالعقيق النمره 3، وبالنسبه للبره اللي تدوز من العقيق جربوا يا اما البره النمره 8 اولا البره النمره 9. هانتوما اخواتي غنجي لهنا، شويه اللي خليت هنا خاصني نخليه هنا. اول حاجه اخواتي تنسبقوا الحبكه هي الاولى، غنجي على هذا القياس هنا ونبدا الحبكه. بالنسبه لهذا الخيط اللي بقى هنا غيخليوهم ملي غادي نهبطوا هاد الهبطه، غنجي وغادي نفينيو بهاد الخيوطه هاد البلاصه هادي، نديرو بحال السنسله هنايا باش نجمعوا هاد البديه. المهم دابا نجيو لهاد الجهه، غنركب خيط جديد نفس القياس اللي خليته هنا خليه هنا. بالنسبه اخواتي الا كان عندكم بحال هكا قفطان فيه الفتحه ديال العنق او الجلابه غير خدموا بنفس هاد الطريقه، غير هي نتوما غتبقاو تخدموا بحال هكا وما تزديوش، يعني غتخليو هاد الجهات بحال هكا محلولين حتى تخليو القياس اللي بغيتو عاد زديو. انا هنا مع ما بغيتش نخلي فتحه عندي الكول في، غادي نبدا نلاقي من البديه، من هنا غنبدا نلاقي هاد شويه هذا غادي نقاد به الدوره ديال العنق، ماشي الدوره شكل في، غنقاد به وغنبل. صافي غنبدا بعد هنايا غندير الحبكه هي الاولى، نقرب لكم اخواتي باش تبان لكم الخدمه واضحه. بالنسبه للحبكه راني سبق لي وخدمتها معاكم، شدوا بحال هكا بالثوب، نرجعوا لهاد العوينه. غير هي اخواتي هانتوما قبل ما نبداو هاد الخدمه راحنا طبعنا بواحد الطبيعه ديال ستيلو، كاينه هاد الطبعه هنا وعندنا هنا. غير بداو اخواتي الفيديو من الاول حتى الاخر غتفهموني مزيان اشنو تنقصد لكم بهاد الطبعات، وراني بديتهم معاكم قبل ما نبداو الخدمه. دابا خاصني هاد الطبعه تجي مع هاد الطبعه، اش نديرو ضروري اخواتي من الحساب باش جينا الهبطه مقاده. غنجي لهاد الطبعه هادي ونحسب شحال من حبكه جاتني هنا. دابا هنا راه البديه وهنا راه النهايه، ولكن غنحسب من الطبعه لهنا، وخاصني من الطبعه لهنا يجيني نفس العدد. غادي نبدا نحسب اخواتي، غنحل من هنا بالفنيته ونجي لهنا لهاد الطبعه، نقلب الثوب ونحسب شحال جاتني من حبكه، نحسبوا العوينات ديال الحبكه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. وهاد العوينه الاولى هي 26. المهم خاصني نخدم من هنا لهنا 25 ل 26 باش ملي نبغي نلاقي تجيني الخدمه هي هذيك. صافي غنبقى نخدم اخواتي باش حتى الا جاتنا شي عوينه زايده اولا ناقصه نقادو هنا، يعني قريبه ماشي حتى ننزلو حتى لتحت عاد يجينا الثوب مفاوت، حتى الراندر غتجي مفاوته. المهم غادي نخدم الحبكه ونحسب، خاص تجيني 25 اولا 26.
غنبقى نخدم اخواتي حتى نوصل لهاد الطبعه ونرجع لكم. صافي راه بنفس الطريقه اخواتي غنبقى غاديه ملي نخدم هاد الدرس نعاود نحسب عاوتاني هاد الحبكات نخدم قدهم هنايا ونبقى زيده بحال هاكم بقى غاديه حتى نهبط الهبطه كامله غير باش تجي الهبطه صحيحه وما تجيش هاكم فاوته اولا مكمشه. المهم انا هذه هي الطريقه اللي تندير. اولا حسبوا حتى الدرس بغيتو تخدموا الدرس وتلاقيو تحسبوا تعاودوا تخدموا تحسبوا، ولكن من الاحسن تحسبوا الحبكه لان الحبكه هي اللي تتعاوننا باش يجيونا هاد الجهات قد قد وتهبط هاد الرانده غاديه مقاده. صافي بهذه الطريقه غادي نمشي اخواتي بالحبكه حتى نزل تحت. دابا غنجي للدرس هاد الخيوطه غير خليهم حتى الاخر وغادي نفينيو بهم. نجيو لهاد الجهه نركبو عاوتاني خيط جديد نوجدو العقيق. انا تندير العقيق فهاد البويطات هادو راهم كيتسدو وتنبقاو بحال هكا نهزو نخدمو من بعد كنسدو ونحطوهم حدانا. العقيق راه النمره 3 نثبت الحرير في اول عوينه نهز هاد العوينه ديال الحرير نجي للعوينه الاخرى اللي حداها. هنا اخواتي عندنا سنينه هنا خاصنا نديرو قوس مقابل معاها. غادي نركب عقيقه نخلي عوينه قياس العقيقه ونشد في هذه العوينه الاخرى اللي حداها هذا الخيط نزيرو باش تجي العقيقه ثابته ونرجع لهنا لهاد العوينه الخيط نرخيه باش يجي داير بهاد العقيقه ونرجع لهنا لنفس العوينه تنضوبلو هاد الخيط اللي داير بالعقيقه تيضوب لينا لثلاثه المرات ونجي لهنا. صافي وغادي نبدا نعمر الخيط درتو على يدي اليسار تندخل الابره من هاد الخيوط هادو بثلاثه ونحبك غنبقى نحبك حتى نوصل النص واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ها سبعه. المهم مع القياس اللي بديتو به في الاول كملوا به. من بعد غنجي لهنا لهاد السنينه ندير الخيط لتحت ونشد في هاد السنينه بحال هكا نجرها نثبتها هنايا عند القوس بحال هكا صافي ونكمل هاد التعميره ديال القوس. هنا درنا سبعه ياك سته هنا والسابعه لقينا بها غنكمل هنا عاوتاني ندير سته واحد جوج هاد ثلاثه اربعه خمسه سته. وماشي بالضروره ديروا هذا الحساب شوفوا نتوما القوس قداش غادي يجيكم. المهم عمروه وشوفوا النص فين غادي يجيكم وكملوا. صافي نشد هنا في هذه الحبكه نشدو حتى هذه الجهه اللي فوق نشدو حتى هي بواحد الفنيته هنايا غير باش تبقى ثابته حتى هي. شدينا في العوينه الاولى غنشدو في الثانيه نرجع في هذا الخيط. بالنسبه لهاد السنينه بغيتو تلويو جلويات تلويو بغيتو تلويو ثلاثه تلويو. المهم انا مولفه كنلوي جلويات في الاول كنت بديتها بثلاثه ولكن مع معوده تلوي جلويات كل مره كنخطا وعاود تقلبتها كنلوي غير جلويات على البره واحد ها جوج. صافي وقبل ما نحبكو على هاد السنينه تنجيو لهنا تنحاولوا نشدو في الوسط بحال هكا نجرو هاد القوس حتى هو لعند السنينه. صافي نخلي الخيط الفوق ونرجع لهنا لهاد العوينه ونحبك ونجي لهنا عاوتاني للعوينه اللي حدا هادي. بالنسبه لهنا ما تخافوش من الحساب دابا ملي حنايا حاسبين الحبكه غير نخدمو عادي نضرب الضربه الاولى الضربه الثانيه غادي نركب عقيقه نخلي عوينه لهاد العقيقه ونشد هنا نرجع لهنا لهاد العوينه نعود نرجع لهنا لنفس العوينه نضوب لهاد الخيط
في الاول كنرخيوه باش يجي داير على العقيقه صافي. ونرجع لهنا ندير الخيط على يدي اليسر ونحبك حتى نوصل للنص. صافي. وقبل ما نكملو نجيو لهنا لهاد السنينه نشدو فيها بحال هكا، نجيبوها بحال هكا عند القوس صافي. ونكملو القوس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ست صافي. نشد هنا في هاد العوينة الأولى، نجي للثانية، نرجع لهاد الخويط الوجلويت على البرة ونحاول نشد هنا في النص وندير الخيط الفوق ونجي لهنا نفس العوينة ونحبك على هاد السنينة بحال هكا صافي. ونجي عاوتاني للعوينة الأولى، العوينة الثانية، ونركب عقيقة بنفس الطريقة أخواتي. غادي نبقى نخدم حتى نوصل لهنا ونرجع ليكم. هانتوما أخواتي راني كملت حتى للطبعة، وتجينا الراندة بحال هاكم مقابلة. خاص الراندة تجي مقابلة نفس القياس، وحتى الطبعة خاصها تجي مقابلة مع بعضياتها. ضروري اخواتي تردوا بالكم للحساب. وانتم من تنديروا هذه الطريقه ما تجيناش هكا الثوب مفاوت او لا مكمشه. هذه هي الرانده اخواتي، انتم راه تجي الصراحه تجي زوينه وموديل خفيف، وراه يمكن لكم ديروا حتى البنيات الصغار وتيجي حتى الدرس متناسق معاه. هذا هو الدرس اخواتي راني درته معكم من قبل، غير دخلوا الفيديوهات ودخلوا حتى القناه، راه غادي تصيبوا هذا الدريس هذا. المهم هذا الدرس يجي متناسق مع هذه الخدمه هذه. دابا اخواتي غنرجع لهنا لهذه البلايصه هذه. دابا هذه الخيوط هادو غنكمل الهبطه ديالي عادي بحال هكا كيف ما وريت لكم. من بعد اخواتي ملي غنكمل هذه القفيطه غنوري لكم كيفاش طلع. نجيو لهنا لهاد الخيوطه اللي كنا خلينا نفينيو هاد البلايصه هادي. زدت هنايا هاد العوينات غير باش نفيني هاد البلاصه صافي. ونخلي هاد الخيط، نجي دابا لهنا هاد الخيط الاخر اللي كنا خدمنا به هذا الدرس، نضرب الضربه الاولى، الضربه الثانيه. كنا في هاد الضربه الثانيه كنبداو القوس، ولكن حنا بغينا دابا نديرو غير واحد السنيسله باش نقادو هاد البلاصه، يعني نجمعوها من هنا. غنعاود نجي لهنا لهاد العوينه الثالثه بحال هي النص ديال القوس بحال هكا. المهم جيو للبلاصه اللي غتجيكم مقابله مع هاد الجهه هادي صافي. وغنرجع في هاد العوينه ندير بناء الغرز، نبقى طالعه بهاد العوينه حتى نوصل لهنا للثوب. شوف شحال غيجيني ديال القياس، نبقى نخدم ونقيس بحال هكا. هانتوما صافي غادي نجي لهنا، نشد هنا، نعاود نجي لهاد العوينه ونجيبها بحال هكا نثبتها لعند الثوب بهذا الطريق. هانتوما اخواتي غير باش جينا هاد البديه مقاده صافي. دابا نرجع في هاد العوينات، واحد جوج ثلاثه اربعه صافي. ونشد هنا بالنسبه لهذا العرض، رجعوا فيه غير اربعه العوينات درنا فيهم هذا الشكل هذا بالعقيق، جا زوين صافي. بالنسبه لهذه الخيوطه غنخلي معاود ثاني حتى نقاد الدوره ديال العنق ونبلها وغادي نكمل بهم الخدمه. المهم اخواتي هذه هي الرانده بالعقيق، مديره زوين. وراني وريت لكم اخواتي الطريقه باش تخدموه ويجيكم ساهل في الخدمه ويجيكم حتى مضبوط، يعني ما يجيش مفاوت لا شي حاجه.
نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح لنا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي الا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش في القناه شارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.